تتجه أنظار العالم خلال أيام نحو اجتماعات مجموعة بريكس في الفترة بين 22 و24 من أكتوبر من العام الجاري، طبعا في مدينة كازان الروسية، بمشاركة رؤساء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. يأتي هذا وسط مناخ اقتصادي عالمي معقد للغاية، خاصة مع اقتراح روسي لإجراء تعديلات على نظام المدفوعات عبر الحدود بين مجموعة دول بريكس بهدف تجاوز النظام المالي العالمي. أشار المقترح الروسي إلى أن الميزة الرئيسية لاستخدام نموذج التسوية بتكنولوجيا السجلات الموزعة هي القضاء على مخاطر الائتمان المرتبطة بالنظام المصرفي التقليدي، ويمكن لتكنولوجيا السجلات الموزعة أيضا تقليل أوقات المعالجة والتكاليف، بحيث يخلو من الكيانات الوسيطة وفحوصات الامتثال للقوانين، ما سيوفر لدول بريكس ما يصل إلى 15 مليار دولار سنويا إذا استخدمت نصف إجمالي التحويلات عبر الحدود هذه المعاملات. تشارك مصر في الاجتماعات وسط ارتفاع في الصادرات المصرية لدول المجموعة. معنا على الهاتف الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، مدير تحرير اليوم السابع والمتخصص في الشؤون الاقتصادية. بعد التحية لك أستاذ أحمد، أولا كيف ترى المقترحات الروسية الجديدة خلال اجتماعات البريكس؟ اهلا وسهلا بحضرتك استاذ شادي، واهلا بالساده مشاهدي اكسترا نيوز. الحقيقه طبعا السياق الخاص باجتماعات بريكس في القمه المقبله هو الاساس، ان طبعا حجم سكان المجموعه مجتمع طبعا بعد التوسعات الاخيره 3.5 مليار نسمه، بيشكلوا تقريبا 45% من سكان العالم، وقيمة الاقتصاديات مجتمعة الجي دي بي اللي هو الناتج المحلي الإجمالي، يعني ما تنتجه هذه الدول المجتمعة، تقريبا احنا بنتكلم على 30 تريليون دولار. لو حجم الاقتصاد العالمي 100 تريليون دولار، وبالتالي دي 30% من حجم اقتصاد العالم داخل تجمع بريكس الاقتصادي، وهو يعتبر التجمع الاقتصادي الأهم في العالم. المقترحات الروسية بتوسيع آفاق التعاون وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدول الأعضاء في المجموعة، وكمان التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، دي كلها موضوعات غاية في الأهمية بتدعم التوجه الخاص بمجموعة بريكس، إن هي طول الوقت تكون التجمع الاقتصادي الأكبر في ظل التنامي المتزايد للحجم في الاقتصاد العالمي. قطاعات مهمة زي الزراعة والتعدين ده برضو من القطاعات اللي بتركز عليها الاجتماعات المقبلة. الفكرة الأساسية إن التجمع كمان أستاذ شادي ده بيوسع التعاون متعدد الأطراف عن طريق بنك التنمية الجديد New Development Bank، وده مهم جدا في التمويلات الميسرة لدول المجموعة. التعاون كمان الاقتصادي بين دول المجموعة وبعضها البعض بيعزز فكرة الفورين دايركت انفستمنت أو جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. مصر كعضو في بريكس بتسعى إلى دعم كل ما يتعلق بالقطاع الخاص وملف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدل سنوي 15 مليار دولار بإجمالي خلال الست سنوات المقبلة 100 مليار دولار، وبالتالي التعاون الاقتصادي المتزايد والمتنامي بين مصر ومختلف أعضاء التجمع بريكس سواء اقتصادي أو تجاري أو استثماري بيعزز فكرة زيادة فرص العمل، بيعزز فكرة كمان دعم العملات المحلية الخاصة بأعضاء تجمع بريكس، ودي نقطة في غاية الأهمية أستاذ شادي، لأن كل دولة من يمكن هذا ما تقترح روسيا، يعني إجراء تعديلات على نظام المدفوعات عبر الحدود بين المجموعة، إنشاء أيضا مراكز للتبادل التجاري. صحيح، دي نقطة في غاية الأهمية، لأن فكرة تعزيز قوة العملات المحلية ومنها الجنيه المصري لو بتكلم على الحالة المصرية، اليوان الصيني، غيرها من القوى الصناعية الناشئة اللي بتحاول تدعم عملاتها المحلية، نظام المدفوعات بين دول البريكس ده بيخفف الضغط على الموارد الدولارية للدول الأعضاء، بيعزز قيمة العملات المحلية، وبالتالي بيعزز كمان فكرة التعاون التجاري والاقتصادي بالعملات المحلية، وبالتالي ده بيدعم الجنيه المصري، بيخفف الضغط على موارد العملة الصعبة، بيزيد من ناحية أخرى موارد النقد الأجنبي، لأن احنا بنتكلم على جذب تدفقات استثمار أجنبي مباشر ومزيد من التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، ده بيدعم موارد النقد الأجنبي. مصر عندها احتياطيات قياسية
46.7 مليار دولار، وده اعلى مستوى بتسعى مصر لزيادته لاكثر من 60 مليار دولار خلال السنوات المقبله، وبالتالي تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي والتجاري بين مصر ومختلف دول الاعضاء في بريكس في اطار نظام المدفوعات الجديد. ده بيدعم موارد العمله الصعبه وبيخفف الضغط على الموارد الدولاريه للدول الاعضاء. النقطه كمان المهمه في الرسائل اللي بعثت بها مصر خلال كلماتها امام القمه، الفكره الاساسيه ان العلاقات والمصالح المشتركه بين الدول الاعضاء، هي احنا بنتكلم على الصين، بنتكلم على روسيا، بنتكلم على البرازيل، هي دول كبرى في الاقتصاديات العالميه، او احنا بنتكلم 2 تريليون دولار البرازيل، بنتكلم اكثر من 18 مليار دولار، 18 تريليون دولار للصين، دي اقتصاديات بتشكل في التجاره العالميه ارقام كبيره، وبالتالي تعزيز التعاون سواء في رفع معدل الصادرات المصريه لدول الذي بالفعل ارتفع يعني لدول البريكس يا استاذ احمد. ده صحيح، لانه الفكره الاساسيه ان تنامي الصادرات المصريه ده هدف مهم كمان، لان ده مورد من موارد العمله الصعبه، وبيعزز قيمه المنتج المحلي المصري وتنافسيته في الاسواق العالميه والتعاون مع دول بريكس. والحقيقه انا بكلم حضرتك وانا في العاصمه البريطانيه لندن، فكره ان انا بقى يعني هنا البيزنس كوميونتي في بريطانيا بيتكلم بشكل كويس وايجابي عن مستقبل الاقتصاد المصري. بمعنى ايه؟ الفيوتشر اوتلوك او النظره المستقبليه للاقتصاد المصري هي نظره ايجابيه. ليه؟ لان في برنامج اصلاح اقتصادي تم تنفيذه عبر السنوات الماضيه من 3 نوفمبر 2016 وحتى الان، ده بيعزز من فكره البيئه الاستثماريه ومناخ الاعمال الجاذب لتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر، وبيشوفوا كمان فرص واعده في تجمع البريكس بيركز على مجال الطاقه النظيفة، إنتاج الطاقة النظيفة، ومصر بتتحول تدريجيا خلال السنوات المقبلة لجلوبال بلاير أو لاعب دولي في إنتاج الطاقة النظيفة عبر إنتاج الكهرباء من سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الطاقة الخاصة الطاقة النووية طبعا بمحطة الضبعة، وبالتالي الفكرة مزيج الطاقة النظيفة اللي بتركز عليه مصر خلال المرحلة المقبلة ده محل إشادة حتى من المستثمرين البريطانيين أو المستثمرين كمان حول العالم. البيزنس كوميونتي في العالم أو الجلوبال بيزنس كوميونتي اللي هو مجتمع الأعمال العالمي بيثق في قطاعات الاقتصاد المصري، بيثق في فكرة مزيج الطاقة النظيفة، كمان في قطاعات واعدة بيركز عليها الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وطبعا الفينتك أو التكنولوجيا المالية برضو من محاور النقاش خلال قمة بريكس. دي نقطة مهمة جدا، التعاون في مجال المدفوعات، التعاون كمان في مجال البنية التحتية، التعاون في فكرة حركة السياح بين الدول الأعضاء في تجمع بريكس ده مهم جدا. يعني احنا اتكلمنا على 3 نقاط رئيسية وثلاث قطاعات هي جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والعملة الصعبة. صحيح. السياحة، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة أستاذ أحمد يعقوب، مدير تحرير اليوم السابع والمتخصص في الشؤون الاقتصادية.